اكو دفعة تحت الحساب؟ يا بت ليش مستعجل؟ دخل نسحب نفط من جسمك، خلي نصدره، خلي نبيع، ووراها الخير كله جايك. كيفكم استاذ؟ ألف مبروك، الأيام الجاية كلها خير إلك. اليوم روح ارتاح بالبيت وباشر نلتقي. هلا هلا بالبطل، يلا شد حيلك. إن شاء الله استاذ، إن شاء الله ما قصر. بس العفو استاذ، ماكو شيء من الحساب؟ يا أختي ليش مستعجل؟ إذا انتظر يا عيني، ترى احنا لحد هسه نص جلي كان مسحبي من عندك، خلنا نسحب لنا جلي كان نفط ونبيعه، وراها اعطيك حسابك كله دفعه واحده وفوقها بوسه. انت بس صير سبع وسوي بيدك هيك حيل حتى يطلع النفط. استاذ بس هم يراد شوي دفع حتى يصير لي واهس استاذ. يا اخي الواهس جاي والله، ايش بيك؟ انت ما تعرف جسمك ايش بيه من النفط، هذا كله ملايين فلوس، خلنا نسحب النفط ونبيعه وخليك تلعب بالفلوس لعب. ان شاء الله. فهمني وين اروح؟ وين اطي وجهي؟ قالوا شهر والرجعه، ويا اليوم صار لي 33 يوم وغايب ماكو، وين اروح؟ افهم حبيبتي، بس اهدي اهدي، تلقي حلت للسالفه، شاب بيه خوش فلوس واخذ الواهس. ما يخالف اقبل، بس غيري خابرني يطمني، ليش يخلي بالي؟ هاي انت كل عقلك؟ بابا ذول ده يشتغلون، ما عندهم مجال حتى يحكون راسهم، ترديهم يخابروك النوب؟ والله ما أدري إيش أقول لك يا أخويا، ما أعرف إيش أحكي، بس كون الله ما بي شيء. لا إن شاء الله ماكو شيء إن شاء الله. هاي منو؟ يا غايب يما، غايب غايب، إيش بيك؟ سلم يا تعال سلم يا لحكي لهم يا غايب. اقعد هاي صاير بيك يا معود؟ أحكي إيش بيك غايب؟ صاير بي يا لميا، أخذوا كل النفط اللي بجسمي، ما خلوا قطرة نفط بعروقي، وشمروني بالشارع. ألف سلامة، ألف سلامة عليك أخويا غايب. الله يسلمك سعودي. زين يعني ما انطوك حسابك، ما انطوك شيء؟ ولا فلس سعودي، مصوا كل النفط اللي بجسمي وشمروني بالشارع. عزل عزاني إن شاء الله. لا تهتمني لما ولا تهتمني، تحتك أرجع أحسن من الأول ونعيش أفضل.